ايه ده؟ انا مش مصدق ان انت عملت كده. عملت؟ اسمها عملنا، انت شريكي على فكره. عملنا ايه؟ هو انا سرقت ولا طفشت باب الشقه ولا ضربت الراجل على نافوخه؟ لا بس قلت لي اتكل على الله وربنا معاك. ربنا معانا كلنا يا حبيبي. انت عارف بقى لو حد عرف ان احنا عملناه ده هيحصل فينا ايه؟ هيعملوا فينا ايه اكتر من السجل والمرور يا ابني؟ هنبقى غفر، هنبقى غفر يا حبيبي. بس ساعتها هيكونوا قدرونا براحتهم، ما تقلقش. هنقعد نرغي بقى كتير وما نشوفش الشغل. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه. ايه ده؟ ايه الصورة دي؟ عجبتك الصورة دلوقتي؟ ده يا معلم درويش بس شكله اصغر شوية. هو. وده بقى امجد ايام الكحرطة؟ يبقى اكيد بقى ده فضل سيد الغول اللي طلع لنا عشان نجيب الملف بتاعه. فضل وامجد ودرويش، ايه الكوكتيل ده؟ واللي جاب صوره شخصيه في ملف القضيه؟ يا عم انا مش عرفت، اكيد لما نبص على الملف هنفهم كل حاجه. لا لا لا، الموضوع ده بقى محتاج ظبط الدماغ. يلا يا حبيبي قوم اشرف اعمل لنا فنجان القهوه كده عشان نظبط دماغنا. يلا يا حبيبي روح انت، انت عارف طريق البن فين. ده انت عيل تقيل تقل. انت ايه يا ابني ما عندكش دم؟ علمت منك. اعمل لي معاك. ما تفتحش في حاجه لما اجي لك. روح. ومن ثم فقد تأكد لنا أن بصمات الأصابع المرفوعة من السلاح المستخدم بالجريمة مطابقة تماما لبصمات المتهم الأول فضل سيد الغول، حسبما تأكد تقرير معمل الجنية المرفق طيهو. شفت المرفق طيهو دي؟ شفت. زمان القضايا الجميل، زي زمان الفن الجميل كده. فاكر أنت أيام قضايا رايا وسكينة بتاعت زمان؟ كان المتهم يا أشرف بيتقفش قبل ما يفكر أساسا يرتكب الجريمة. لا كان في بقى تاب ولا تليفونات فيها تتبع ولا كل الهري اللي احنا عايشين فيه ده. طيب في حاجه غريبه بس. إيه؟ اللي جاب فيش درويش هنا؟ لا ثانيه واحده، الفيش ده باسم فضل سيد الغول. يا ابني فضل ايه؟ صوره صوره درويش، ما تصحى اصلا. ايوه يا عم الصوره صوره درويش بس الفيش باسم فضل سيد الغول اهو. يعني ايه بقى؟ هو احنا كل ما ندور على اسم نلاقي صورة الراجل ده طالعة معاه؟ أنا خايف أبص في البطاقة بتاعتي ألاقي صورته جنب اسمي. بص درويش درويش درويش، كل الصور اللي فيها درويش مكتوب قصادها فضل سيد الغول. أنت شكلك سرقت الملف الغلط يا حبيبي. يا عم ملف غلط إيه؟ بص أدي الملف، أدي الرقم بتاعه والاسم ثلاثي فضل سيد الغول. يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني إيه بقى؟ هو ده بقى درويش عبد ربه ولا فضل سيد الغول ولا جوز خالتي؟ أنا مش فاهم أي حاجة. دماغي لفت خالص على فكرة. طب تعمل ايه يا عم درويش؟ اثبت اثبت يا جحش اثبت اثبت. بوسخ لك هيئة القميص عشان ما حدش يشك فيك. معقولة؟ معقولة ساعي ينزل بالهندامه دي كلها؟ وفايه ما طبيعي. طب ما الهدوم دي بتتغسل في مغسله الفندق. يا نهارك اسوخ، هو انا تكون قايل لحد في الشركه انك عايش في اوتيل؟ لا ما قلتش لحد. ما قلتش غير لامجد الديب. نعم يا حمك. يا عم مفيش بهزر معاك والله بهزر. هو يعني في حد بيعرف يتكلم مع امجد الديب؟ ديب لما الهفك. اسمعني بقى كويس، صح صح للي هقول لك عليه. اي اي طيب فاهمني؟ فاهم. تتقص لسانك ده من لغليغه. منين؟ من لغليغه. من لغليغه. واللي تقطعه من لسانك تزود بيه ودانك وتفنجد بعينيك. طب انا عايش بعد العمليه دي؟ ما انا شغله هيبقى مخيف. يا امي يا ام خفيه الدم، يا ام خفيه الدم. اسمعني يا بغل. ها. اسمعني يا بغل. ها. انت مهمتك في الشركه النهارده تخش قسم الحسابات. تخش قسم ايه؟ حسابات. جميل. تدور على الكمبيوتر اللي بيأرشفوا فيه الميزانية بتاعت الشركة وملفات الضرائب والصادر والوارد وكل الحاجات المهمة دي. ماشي بس كده؟ لا، عايزك كمان تتعرف على أصغر محاسب في المكان. طب وده انا اعرفه ازاي؟ هو صعب يا درويش، اصل هم هناك بينادوا اساميهم باسامي انجليزي، يعني يقول لك مثلا السي اوف ال، الدي اوف ال. سي اوف دل دل. لا بس هتعرفه.
أصغر محاسب هتلاقيه أصغر محاسب في السن ماشي، وهتلاقيه كل الشغل رمينه عليه وقعد لوحده كده عيني ورمين عليه كل الشغل، وتلاقيه آخر واحد بيروح من المكان. سمعني؟ انت بتعرف الحاجات دي منين يا عم درويش؟ انت اشتغلت قبل كده في الشركه دي؟ مالكش دعوه، اكبر على الله وما تطلعش وقت. ماشي يلا. مش بس انا بس هخطف لي سندوتشين بيكون بالبيض من المطعم بتاع الفندق علشان انا على لحم بطني. تخطف ايه؟ بيكون بالبيض. بيكون بالبيض؟ يخرب بيتك، البيكون ده انا لحمه خنزير. النعمة العظيمة؟ والنعمة العظيمة لحمة خنزير. طب انت قلت لي لا يا عم درويش، لما كنت سبتني على عماد انا بحبه. يبقى حلابك لسه اقول لك بتاكل لحمة خنزير. لا خلاص يا عم درويش. ايه؟ خلاص خلاص، طعمه مش كده اهو. يخرب بيت ابوك. خلاص انا هختار سندوتشين بيض بس. هيبقى بيض خنزير برضه، اتكل على الله امشي. شوف فندق خنزير ولا ايه؟ بس يا ابني، لحد ينام كل ده؟ يلا قوم عشان نكمل. قوم. ايه يا ابني في ايه؟ دي صح حد كده؟ انت مش بني ادم؟ عملت لك ايه؟ ما عملتليش ليه بتاع زي اللي بتشربه ده؟ معلش لبن خلص. قوم شوف ايه في المطبخ واعمل لنفسك. ايه انت تقيل. عملت ايه في القضيه؟ اديني اهو طالع عيني. تعالى كده نقوم ونركز مع بعض ونكمل. بص يا سيدي. يلا هري. ارجع معايا كده اسبوعين ثلاثه لورا اول ما عرفنا خبر اغتيال الوزيره. ساعتها احنا عملنا ايه؟ جرينا على كاميرات المراقبه وفرغناها وطلعنا صوره درويش ودخلناها على سيستم الوزاره. صح كده. ومن خلال السيستم جبنا الملف بتاع درويش عبد ربه اللي في مصلحه السجون وبنينا شغلنا عليه، لان ساعتها الملف بتاع درويش اللي كان في عند الدوله اتهرى واتدهس الايام بتاعت الثوره، وساعتها كلنا اقتنعنا ان هو الشخص ده اسمه درويش عبد ربه. صح. دلوقتي بقى احنا عندنا ملف تاني خالص في صوره لنفس الشخص ولكن باسم تاني. ده بقى معناه ايه؟ ايه؟ يا اما في اتنين بني ادمين، واحد اسمه درويش واحد اسمه فضل، والاثنين بالصدفه البحته سبحان الله طلعوا شبه بعض، توأم مثلا. ده هندي طبعا. طبعا. يا اما الحل الثاني وده الاوقع بالنسبه لي، ان واحد فيهم زور الملف، واحد فيهم انتحل شخصيه الثاني. صح. احنا دلوقتي عايزين نعرف انهي ملف اللي اتزور، ملف درويش عبد ربه اللي كان في مصلحه السجون ولا ملف فضل سيد الغول اللي كان في ارشيف النيابه؟ بص، طالما اللي هو الشيء السباعي كان متورط في الحوار ده يبقى التزوير كان في الملف بتاع السجن. مش هو ساعتها كان مامور السجن اللي هرب منه البني ادم ده؟ يبقى اللي عمل العمله دي وفجر موكب الوزيره مش درويش عبد ربه. فضل سيد الغول. هو ده كريم اللي انا اعرفه. تعالى بقى نرجع كده نرتب الموضوع من اوله. ده امجد الديب، مفيش مشكله، وده فضل سيد الغول. مين بقى الحليوه ابو شنب ده؟ بص يا سيدي، ده ممكن يكون دسويلاس الشخص اللي مات ساعه العمليه. ممكن، بس انا مش هبني على استنتاجات تاني، مش هبني على استنتاجات من غير ما نعرف مين ده. كل الكلام اللي انت قلته ممكن يكون مترتب ومنسوق، اه، بس مش هعرف ابني على الكلام ده اي حاجه جديده في القضيه. لازم يا اشرف اعرف مين ده. خلاص يبقى سيبهولي وانا هجيب لك قرار. يلا روح جيب قرار من المطبخ وجيب لي واحد شاي.